الطلبه هنا لما بتيجي تعمل مظاهرات احنا ما بنعرفش نشتغل. اول حاجه بنقفل محلاتنا، بنخسر كتير، مفيش شغل، اي طفل اي حد هنا الغاز بيعميه بيبهدل له الدنيا، مش شايفين اي حاجه. السنه اللي فاتت كان في مظاهرات وكانت الامن المركزي كان واقف طابور هنا كده، عدت عربيه فجاه ضربت نار. طبعا انا كنت موجود هنا واخويا كان موجود هنا واصحابي وكلنا فاتحين، ضربت نار موتت كتير ناس من الامن المركزي توفت، برضو في ناس كتيره قوي اتعوروا. فاكيد طبعا انا قلقان واكيد طبعا خايف، يعني كده مش هينفع. يعني لما الاقي الناس بتحدف ازاز بره وبتاع، يعني اسهل حاجه بالنسبه لهم اقفل الباب الحديد، يبقى انا كده قفلت اكل عيش لحد ما خلاص ساعه 2 3. كل اساسا المشاكل بتحصل بالليل، وبالليل هو وقت الشغل، فدوت ده بيأثر عليا انا في شغل، يعني في اكل عيش. احكي لك موقف. مره عسكري ماشي بعربيه بوكس، عسكري بتاع الاسمين ماشي بعربيه بوكس بيعدي المطب، فطبعا في مطب قدام البوابه، هدى بس راح رامي لك عليه بتاع اربع ازاز ملوتوف، والله العربيه العسكري ولع وشعره ولع، لولا الناس لحقته العربيه دي اتصفت بقت فحمه كده في 10 دقائق. احنا هنا في السادس بنشتغل على موسم اللي هو موسم الطلبه، فاكيد لما الطلبه بتيجي احنا بنشتغل، ولما الطلبه بتمشي بيبقى هنا الجو تعبان، بيبقى الجو مريح مفيش شغل. فاكيد طبعا كنت مبسوط، بس اللي انا خايف منه اللي انا قلقان ان هم كل شويه يعملوا مظاهرات ويوقفوا حالنا ويضروا حد مننا. ما انت بتكلمني مش هتفهم.